جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، هل الدم الذي يخرج من المسلم الصائم عندما ينجرح وهو ليس متعمدا هل يفطر الصائم أو لا؟ خروج الدم من الصائم من غير أن يتعمد إخراجه لا يؤثر على صيامه، كمن انجرح وخرج منه دم أو أصابه رعاف أو خلع ضرسا خرج منه دم، ففي كل هذه الأحوال لا حرج عليه ولا تأثير على صيامه والحمد لله، لأن ذلك بغير اختياره. نعم.